أخبار اليوم. على بعد 1200 كيلو أو 1300 كيلو متر من هنا من القاهرة بنطبق مشروعات بحث علمي في حلايب وشلاتين. 1300 كيلو متر من هنا براءات اختراع بتطبق هناك، عشان بس في نسبة ان دي ممكن يبقى لها مردود اقتصادي كويس، ان ممكن تخدم المجتمع. طب انت شفت بقى، انتوا بتسمعوا بس ان في واحد براءته اترفضت يبقى الدنيا رمادية يعني. جدا. انا بتكلم على حلايب وشلاتين، ده هو مش الموضوع. هو الموضوع ان احنا مخرجات البحث العلمي او البراءات اللي لها قيمة، وخصوصا لما يكون لها قيمة قومية، الاكاديمية بتسعى انها تطبقها على ارض الواقع. واحنا كان عندنا مجموعة من الابتكارات الكويسة، زي جهاز مثلا بينتج مية الشرب من الرطوبة اللي موجودة في الهواء الجوي. تعرف بعض الاماكن الساحلية بتبقى نسبة الرطوبة عالية 50-60%، فالرطوبة العالية دي يعني فيها بخار مية عالي، يعني بخار مية دي لو استخلاصه تقدر تحوله لمية ايه؟ شرب. في الاماكن الساحلية بقى، في كل الساحل بتاع البحر الاحمر اللي هو جنوب شرق مصر، من اول ما تمشي من مرسى علم لغاية حلايب وشلاتين وابو رماد، كل ده ساحل بحر نسبة رطوبة عالية، الناس عايزة مية شرب. فالجهاز ده معمول ابتكار وعملناه وطبقناه وشغال وبينتج. بينتج. ممكن تتصل بمحافظة البحر الاحمر تسأل مثلا يعني. دي حاجات تتطبق. حاجات تانية بقى في برامج التوك شو، لمجرد ان انا كذا ما اعتقدش ان انا هستثمر فيها وقت يعني. تاني، الناس هناك البيزنس او الشغل بتاعهم قائم على ايه؟ على صيد الاسماك، صح؟ في حلايب وشلاتين صيد الاسماك هو الحرفة الرئيسية بتاعت الناس هناك. طب صيد الاسماك ده، المراكب بتاعت الصيد دي عايزة وقود، الوقود مش متوفر، والمسافات شاسعة ومكلف،